قرار تمديد الإقفال العام حتى 8 من شباط المقبل وبعد مرور أسبوع على الإغلاق الشامل الأول، كان لابد من أنه نسأل عن حالة قطاع أساسي واللي كان سبق وشكل خوف عند اللبنانيين عندما أعلن أنه رح يشملوا قرار الإقفال. بدكن تسكروا البلد بالكامل، سكروا، مش مختلفين، هيدا شيء كان لازم يصير اصلا من قبل وبلا استثناءات، ولكن كيف بناكل وبنشرب؟ هالسؤال اجابت الحكومه وكان الحل عبر الدليفري. بدورنا طرحنا سؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ماشي حال هالدليفري؟ صوت بيروت انترناشونال تلقى اجوبه عده، كان في إشارة لبعض التجارب الناجحة بمناطق معينة، كما وأنه أغلبية اللبنانيين اللي مش متذمرين من الوضع هن اللي كان سبق وخزنوا حاجاتهم واليوم عم يكتفوا بأنه يطلبوا إشياء بسيطة من دكان الحي اللي بيعرفون وبيلبيون، مع تفهم أكيد لأنه هالنوع من المحلات ما رح يكون عنده كل شيء معقول يطلبه المستهلك. أما بالنسبة للميني ماركت الأكبر أو السوبر ماركت المعروفين، فكان في إجماع على المشاكل التالية. على الأبليكيشن أغلب اللي منطلبه مقطوع، منتصل وبيعدونا بوقت محدد بس بياخدوا وقت كتير أكتر، وحتى أوقات بيجيبوا الأغراض باليوم التاني. نحن اليوم على أساس الطلبية بتوصل لعنا على الساعة 2، بترجع أمي بتدق لهم بيقولوا لها إنه في موتو معطل والموتو التاني منه ملحق عنده 60 طلبية، وهذا شيء كتير طبيعي إنه موتو واحد ما يلحق هالقد على كمية كبيرة من الطلبيات. أما بالنسبة للحوم، محظوظ اللي في حده ملحمة بيعرفها وبتودي له المطلوب، لأنه غير هيك عم بيكون كتير صعب إنه يتوصل لحمة من السوبر ماركت. هيدا غير إنه في جزء من الغش عند بعضهم، بيقولوا إنه الطلبية اللي بيتخطى سعرها قيمة معينة ما عليها تشريج إضافي ليتبين إنه مبلا، وحتى صاروا يزيدوا على الأوزان كمان، وهيك بيكون الدليفري صار موضوع بده ميزانية لحال عند البعض. هي المشكلة إنه عم نضطر نحط حق الأغراض دوبل وتريبل، وزيادة كل مرة عم نكون عم نعطي لدليفري مان تيبس. مصادر مسؤولة بالسوبر ماركت كبار بلبنان بيأكدوا انه معظمهم ما عم بيوصلوا اللحوم والخضار، وبيحكوا عن فساد كتير من البضائع اللي ما عم بيتم الطلب عليها ورح يتم تلفها، واكيد بيشيروا للأزمة الاقتصادية اللي معرق لكل تحركاتهم، وبيشرحوا التأخير بوقت التوصيل بعملية حسابية بسيطة، تدوين الطلبية بياخد حوالي ربع ساعة، اقل هو ربع ساعة تانية للتوضيب، ضيفوا عليهم وقت التوصيل وخدوا بعين الاعتبار انه هيك سوبر ماركت كان يفوت عليهم يوميا اكثر من 50,000 شخص. كيف معقول نلحق؟ أنا برأيي إنه إذا منترك سوبر ماركت فاتحة منظم السيركيلاسيون فيها وبيكون في عنا رقابة من قبل الدولة. عظيم، وهيدا اللي صار بكل البلاد المتطورة حول العالم، بس عنا هيك بيصير المشهد. قبل بيومين من الإقفال ما بقي حدا معلق على اللبناني اللي هجم على السوبر ماركت ليخزن أكل، مع العلم إنه اللبناني نفسه اللي هجم هو اللي علق على تاني لبناني. طيب اليوم الحق عمين ومع مين؟ للي خزن زمط ولا اللي ما خزن زمط، ولا الحكومة راضية ولا السوبر ماركت راضية، والقرارات كل مرة بتطلع ناقصة وبعد كورونا منتشرة وكرمال الأزمة الاقتصادية بتتفاقم. هيدا المشهد بلبنان، ولا حياة لمن تنادي.